أمريكا تعتبر بلد الأحلام للعديد من الناس، ملايين من البشر بيحلموا إن هن يجوا على الولايات المتحدة الأمريكية ويعيشوا فيها ويستقروا فيها، يمكن لحياة أفضل، يمكن لمعيشة أفضل، ويمكن أيضاً لاستثمار أفضل. طبعاً هناك العديد من أنواع الفيز اللي الناس بتقدر تجي فيها على أمريكا، بس الفئة الأكبر اللي بتجي على أمريكا بتجي عن طريق لم الشمل، وفي أيضاً عن طريق الاستثمار، في أيضاً عن طريق العمل، وأيضاً في 55 ألف فيزا بيصدروا بشكل عشوائي. البلد بتعطي كل سنة تقريباً مليون تأشيرة أو فيزا لناس تأخذ جرين كارد اللي هي الإقامة الدائمة اللي بتخولك إنك تحصل على الجنسية. مليون مليون بالمتوسط. هذا الفيديو برعاية شركة 50 Lines Marketing، الشركة العربية الأولى من نوعها في أمريكا. بيقدموا خدمات التسويق على أعلى مستوى لأنهم معتمدين من شركة فيسبوك ومن جوجل. لتزيد مبيعاتك وتكون متصدر نتائج البحث ولتعمل براند وتتواصل مع أقوى المشاهير العرب والأمريكان لينوع مشروعك، ما عليك إلا أنت تتواصل معهم عن طريق الأرقام الموجودة على الشاشة. وهلأ نرجع للفيديو تبعنا. برنامج الهجرة العشوائية أو ما يسمى Diversity Visa Lottery هو برنامج بتديره الحكومة الأمريكية من عام 1995. بيعطوا سنوياً 55 ألف فيزا بنظام عشوائي، عشوائياً حرفياً، يعني حظ 100%. طبعاً الموضوع جداً سهل، بتفوت أنت على الموقع وبتقدم بياناتك وإن شاء الله ممكن تربح. بس هل أكيد تربح؟ لا، لأنه السنة الماضية بس أكثر من 13 مليون بني آدم قدموا على هذا البرنامج، بس 55 ألف انقبلوا من هون. في عام 2024 أكثر الدول العربية اللي حصلت على التأشيرات هي كانت دولة مصر، تقريباً 5500 تأشيرة، بيجي بعدها السودان والجزائر والمغرب. طبعاً في بعض الدول اللي هي بتكون ممنوعة من التقديم، مستبعدة يعني، اللي هي بتكون وصلت للحد الأعلى من الهجرة، مثل مثلاً الصين والهند. فإذا أنت صيني أو هندي بنصحك لا تقدم. طب ليش أمريكا بتعمل هيك؟ طبعاً الهدف من هذا البرنامج هو زيادة التنوع العرقي والثقافي للمهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. التقديم مجاني بالكامل، ما بياخذوا منك أي رسوم مقابل التقديم. اتأكد دائماً أنك أنت تقدم عن طريق الموقع الرسمي، وحاول تبعد عن شركات النصب والاحتيال، لأنه في ناس كتير بتبيعك الوهم وبتقولك نحن بنقدم لك وبنجيب لك إياها، وهذا الشيء ما له موجود أبداً. عملية التسجيل ما بتاخذ أكثر من شوية دقائق، يعني أنت بتفوت على الموقع الإلكتروني بتعبي النموذج الموجود هني. البيانات اللي بيطلبوها بيانات جداً بسيطة، مثل بيانات الجواز، الحالة الاجتماعية والتحصيل العلمي. الشيء المميز والقانون الجديد اللي عملوه تقريباً من بضع السنوات إنه مو لازم يكون عندك تحصيل جامعي، يعني أنت بتقدر بالشهادة الثانوية فقط إنك تقدم. وحتى لو ما معك شهادة ثانوية، لو عندك خبرة من سنتين لخمس سنين في بعض المجالات والتخصصات ممكن انه هن يقبلوك. بس في شغلة ضرورية لازم تنتبه عليها، اللي هو انه الصورة تكون مطابقة للمواصفات والشروط. عملية التسجيل عادة بتكون لمدة شهر واحد، بتبلش من بداية شهر اكتوبر، النتيجة بتطلع بشهر خمسة بالسنة اللي بعدها. يعني مثلا ونفرض هي السنة 2024 بيفتح التسجيل من شهر اكتوبر لشهر نوفمبر، النتيجة بتطلع بشهر مايو بعام 2025. بعد ما تخلص التقديم بيعطوك رقم، هذا الرقم اللي هو انت بتشيك عليه بشهر 5 مايو بالسنة اللي بعدها مشان تشوف حالك اذا انت ربحت او ما ربحت. طب ونفرض انه انت طلع اسمك وربحت، هل معناته انت حتطلع على امريكا؟ لسه باقيان خطوة، لازم تروح تعمل مقابلة بالسفارة وتقدم الاوراق المطلوبة. اجيت على امريكا وتحقق الحلم تبعك، بس ولكن لازم تحط ببالك انه في العديد من التحديات اللي انت بتواجهك بهي البلد. امريكا مثل ما هي بلد للفرص، هي ايضا بلد للتحديات. اول تحدي لازم يكون عندك انك انت بدك تتعلم اللغه، من انك انت تبحث عن العمل، تفهم العادات التقاليد، كيف السيستم موجود، لانه في شغلات بتكون بالبلدان العربيه مسموحه، بس لما تجي لهون على امريكا هي ممنوعه او هي بالعادات ما لها مقبوله. هي فرصة وصلت لعندك، الأهم أنك أنت تستغل هاي الفرصة لتصير إنسان طموح وناجح وجميل بحياتك. فبالتالي أنا بنصح الجميع أنه أول ما يجي لهون أول شغلة يعملها يتعلم اللغة ويفهم العادات وكيف النظام اللي ماشي فيه البلد، لأنه أمريكا ما زالت هي بلد لتحقيق الأحلام.
طبعا شغله من الشغلات الضروريه اللي انا بنصح فيها الجميع لما يجي على الولايات المتحده الامريكيه، حاوط حالك بجاليه وبيئه مناسبه. لا تقول اني انا هربان من الدول العربيه وجاي لهون على امريكا، مو مشانك، مشان اولادك ومشان عيلتك. هاي النصيحة الأخيرة اللي بقولكم إياها، موفقين إن شاء الله، لأنه الشغلة هي شغلة حظ 100%. كتير ناس إجت لهون على أمريكا وما كانت حتى عم تحلم إنه هي تربح، بس فجأة هيك إجاهم الرسالة أو الإيميل إنه مبروك، لقد ربحت في الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بنتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الحظ يكون حليفكم. السلام عليكم ويا هلا.